وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن محمد اليماني نجم منتخب مصر السابق. يا مساء الفل عليك. مساء الفل يا شيماء، عامله ايه؟ اكيد منورنا في 7 في 7 على تايم سبورتس. بقالي كتير قوي ما سمعتش عنك حاجه، يمكن من اخر حاجه كانت ايه؟ من غير كلام؟ من غير كلام، قطعناكم وكسبناكم. اخبارك ايه؟ منورنا. عزوم عليك على فكره، كان في عزوم عليك. الكلام ده طبعا ليك انت مش ليا. طيب ماشي. اخبارك ايه؟ منورنا اكيد في 7 في 7. عايزين نتكلم معاك عن حاجات كتير جدا بتخص كره القدم، يمكن اهم الاحداث اللي حصلت في الايام اللي فاتت فوز النادي الاهلي على كان سبورت، كمان خساره نادي الزمالك، تعادل نادي بيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه، وفوز المصري البورسعيدي. شايف النتائج دي عامله ازاي؟ طبعا انت اكيد ما شفتش مباراه النادي الاهلي لان ما حدش شافها وما اتذاعتش، لكن ممكن تكون اكيد شفت مباراه نادي الزمالك في البطوله الافريقيه. تمام. بصي، مباراه الاهلي طبعا دي بدايه كويسه لفايرا عشان عنده مباراه سوبر بعد كده، وان الاهلي يفوز 2-0 لان ده طبيعي، يعني الاهلي عودنا على كده. والفريق الاهلي بيلعب اصلا مش قوي، يعني اللي هو سبورت كانو ده مش قوي خالص، يعني ده لسه متاسس سنه 2014 واخد البطوله السنه اللي فاتت بس، وما عندوش غير 3 لعيبه مميزين بس كده. الفريق اللي لعبه الزمالك بقى جينيراسيون جينيريشن ده، ولا جينيريشن ولا جينيريشن؟ ما هو جينيريشن بالفرنس بالفرنش جينيريشن. جينيريشن طبعا عشان كنت بتكلم فرنسي ومش مشكله. جينيريشن. تمام. فرقه اصلا دي كويسه جدا، اكاديميه كويسه، طلعت ساديو ماني بتاع ليفربول، فرقه قويه جدا. بس بصراحه المدرب مش فاجئنا، يعني بعد الاداء المميز في ماتش الكاس اللي اخذ بيه كاس مصر مع بيراميدز تعادل. بيراميدز برضه جايب صفقات كويسه، وبيراميدز يمكن اول يعني اول سنه يدخل في حاجه زي كده، فتتحسب له يعني. اكيد طبعا كبدايه مش وحش طبعا، يعني كبدايه مش وحش، وبره ارضه كمان بالظبط، يعني لسه مستني الماتش على ارضه. الراجل ده بيحب الهجوم اساسا، يعني بيحب بيلعب هجومي قوي، لان كان ماسك فريق اندرليخت في فريقين كبار وفريقين تقال، بيراميدز برضو فريق تقيل جدا. النتيجه اللي كسب بيها نادي الزمالك دي، هل كانت بتدي مؤشر للنتيجه اللي بعدها في بطوله دوري ابطال افريقيا قصاد جينيراسيون؟ بص يا شيم، انا كنت بتكلم من كام يوم كده برضو عن الفريق، عن فريق ماتش، على سوري، على ماتش البيراميدز والزمالك. الزمالك قدم مستوى رائع جدا، صحيح، ما جاش وبيراميدز ما كانش موجود في الماتش ده، والناس كلها اتفاجئت بمستوى اللي لعب بيه ميتشو، وقلنا خلاص ده حاجه جديده، وشيكابالا ظهر بمستوى هايل، ومصطفى محمد، صحيح، فقلنا لا الزمالك خلاص مستوى هايل. ما توقعناش اللي حصل امبارح ده، لان ميتشو غير في التشكيل. المهم يعني هو عمل حاجه تكسب عليه دلوقتي يا شيما، فاهمه؟ التغيير ده اتحسب على الناس كلها بعد ما كانت اطمنت وبتاع، وقال لك الزمالك جاب مدرب هايل وعمل اداء رائع بعد المستوى الهزيل اللي قبل كده. امبارح حصل تشوك برضو كده، فانا متوقع انه هيرجع للمستوى، هيرجع للتشكيل بتاع ماتش بيراميدز تاني في قصاد الاهلي بنفس المراكز، مش هيلعب في اي مركز. ده هيكون في مباراة السوبر المقبلة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية. ميتشو هيتمسك بالأسلوب أو بالطريقة الفترة اللي قضاها جوه النادي الأهلي دي، كفاية إن هو يتعرف على إمكانيات كل اللعيبة؟ لا طبعا، النادي الأهلي عنده لعيبة كتير في كل مركز، 3 لعيبة أو صحيح. الموضوع مش سهل يا شيماء زي ما أنت متخيلة، والنادي الأهلي مش نادي بسيط أو نادي سهل، لا، النادي الأهلي نادي كبير طبعا، النادي ده كتير جدا على اي حد يعني. اكيد لغايه مثلا لا قدر الله لما يكون في مشكله او يكون في اصابه او يكون في مباراه سهله، ايه اللي هيحصل؟ بصي، هو الطبيعي، يعني الطبيعي احنا في الفتره الاخيره كنا كلنا بنشكر في محمد عواد لما كان بيلعب في السعوديه، صحيح، المنتخب، وكان فعلا في الفتره دي كان لازم متواجد يعني، صحيح. وهو لما بيلعب كويس، جه المدرب عمل ايه في الماتش بتاع الماتش اللي فات؟ لاعب ابو جبل، حصل ايه في السكور؟ انا مش عايز يعني البس ابو جبل الماتش، لا اكيد، لا احنا بنتكلم فنيا، ما يعني الموضوع مش شخصي نهائي يعني. فنيا الثلاث حراس هايلين يعني، بس انا برجح محمد عواد لان انا اعرفه كويس جدا، والثلاث حراس هايلين يعني. طبعا انت محتاجه حارس واحد بس في المرمى مش 3، صحيح، فدي قصه مش تبقى سهله بالنسبه للمدير الفني او المدرب الحراس بصراحه، مع 3 حراس قامه زي دول يعني. ده حقيقي. طيب توقعاتك بقى ايه لنتيجه مباراه السوبر المقبله ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، سوبر الاهلي والزمالك؟ بص، بعيدا عن انا بشجع مين او عايز مين يكسب، لو هنتكلم على مستوى الزمالك اللي لعب بيه ماتش الكاس، بس انا عارف انت عايز مين يكسب اكيد. طب انا عارف انت عايز مين يكسب. طب انت عايز مين يكسب؟
انا مش هقول لك انا عايز مين يكسب، هقول لك مين اللي هيكسب. يعني طيب. يعني توقعي توقعي اللي هيكسب ال 70% الزمالك او 80% على المستوى بتاع ماتش الكاس. دي توقعاتك، تمنياتك بقى. ماشي، بس انا هقول لك ده حافز، عشان عنده حافز كبير ان هو عايز طبعا يعني يأثر من الدوري، فاهمه؟ فبص عنده غريبه شويه. انت بقى انت عايزه مين يكسب؟ طب انت بطلت كوره. انا ما بطلتش اعلام لسه. خلاص بلاش. طيب ماشي، ازاي بقى طبعا شايف بطوله الدوري في الموسم اللي جاي؟ شايف ازاي البدايه اللي هتكون ان شاء الله يوم 21 سبتمبر؟ اولا الجدول الدوري حلو قوي، فكره الجدول جميل قوي، بس انا عايز بس المنظومه تبقى بتشتغل باحترافيه السنه دي. اداني ميعاد الدوري، يعني ميعاد هبدا فيه وميعاد هني فيه، مش عايز بقى توقفات في وسط الدوري بالشهر والشهرين عشان المنتخب وعشان دي حاجه. ويا ريت بقى دخول الجمهور يبقى زي نظام الاي دي، الفان اي دي بتاع الكاس امم يا شيما، كان الاسلوب ده هايل جدا، الناس بتتابع في يعني وقت. الاخبار اللي وصلت لها لغايه دلوقتي ان هيكون في 10,000 مشجع في اليوم ده في مباراه السوبر. لا السوبر ده انا 5-5، انا دي عارفها. يعني بتكلم بقى على بطوله الدوري، ما بتكلمش على السوبر، انا بتكلم على الدوري. الدوري يا ريت يكون بجمهور، لان الجمهور هو روح اللعبه اساسا. صحيح، الكوره من غير لاعب جمهور بتبقى دمها تقيل شويه. صحيح. فريق اسمه ميلودراج، خصوصا طبعا بعد فوز الفريق على اهلي بنغازي الليبي في البطوله العربيه بنتيجه 4-2. المدرب يتشيو كان عمل مباراه حلوه قوي هجوميا، لان هو اداء هجومي، بس من الناحيه الدفاعيه بصي يعني مش عايز اقول لك، يعني ما كانتش كويسه خالص، يعني لان وحارس المرمى عندنا برضه في الاسماعيلي مش كويس. يعني هو الاطراف دايما كانت بتكمل هجوم، بتهاجم دايما مع المهاجمين، ووسط الملعب كان بيهاجم وسايبين الاطراف ورا، سوري، وسايبين الدفاع ورا يتلعب عليه اي كور بسهوله. هو عمل مباراه حلوه جدا وفوزنا وكل حاجه، بس انا بتكلم على اداء. صحيح، الفريق يخوف من ناحيه دفاعيه، وحتى على الدكه برضه ما عندوش حد، يعني المحمدي غير محمدي ومجدي جنبه قصه، وبره مش عارف مين بره موجود اصلا، حد ناشئ كده. طيب باهر المحمدي كنا سامعين كلام كتير قوي الفتره اللي فاتت دي، وخاصه طبعا في فتره الانتقالات الصيفيه عن انتقاله لنادي الاهلي او لنادي الزمالك. هل من وجهه نظرك كان الافضل لباهر المحمدي ان هو يكمل مع الاسماعيلي ولا ينتقل لنادي الاهلي او الزمالك؟ لا، في الوقت الحالي باهر المحمدي يلعب مع الاسماعيلي شويه عشان يظهر اكتر، لان اللي هيروح الاهلي او الزمالك مش هيلعب دلوقتي. صحيح، عارفه الانديه فالافضل ليه، الافضل ليه عشان يكون متواجد ان هو كان يكمل مع الاسماعيلي زي ما بالظبط، ويكون متواجد مع الاسماعيلي. بس يعني بس الاسماعيلي يعني لغايه دلوقتي شفت صوره كويسه في الماتش اللي فات، يعني من الناحيه الهجوميه بس. يعني انما من ناحيه الدفاعيه بس القصه كلها مش مظبوطه شويه، عايز ضبط شويه يعني. بس كابتن محمد اليماني نجم منتخبنا الوطني السابق، نورتنا اكيد في 7 في 7 على تايم سبورتس. مشاهدينا هنطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده معاكم فقراتنا في 7 في 7، خليكم معانا.